سيادة الرئيس، السعادة الحضور، السادة الحضور، كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر في خير وسلام وأمان. الممر كان طريق عبرت بيه مصر والأمة العربية من لحظات الانكسار للحظات الانتصار. وأنا في فيلم الممر كان ليا الشرف العظيم أني أجسد زوجة المحارب، المرأة المصرية العظيمة اللي معدنها الأصيل بيبان في المحن والصعاب. المرأة التي هي حصن وسند لبلدها وأهلها، دورها لا يقل أبداً عن دور المحارب، سواء كان أخوها أو ابنها أو شريك حياتها، بتضحياتها، بقوة تحملها، بدعمها، بحبها وبإيمانها، بيقدر يقوم بمهمته على أكمل وجه. تحية إجلال وتقدير للمرأة المصرية العظيمة. تحية إجلال وتقدير لمصر بقواها الصلبة والناعمة، وتحية إجلال وتقدير للجيش المصري الأبي العظيم.